ترند الاهلي مليء بالعديد من الاخبار المهمه اللي بتخص جماهير النادي الاهلي. خلينا نبتدي بحساب يلا كوره على فيسبوك، واللي بيتمنوا فيه الشفاء العاجل لثلاثي الاهلي المصاب بفيروس كورونا. عادتهم سريعا للملاعب السوليه قفشه رامي ربيعه. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه يعني حالتهم جيده جدا، وان شاء الله باذن الله من خلال الثلاث مساحات اللي جايين ما قبل مباراه القمه يوم 28 ان شاء الله باذن الله يكونوا شفوا تماما من هذه الاصابه. كمان حساب في الجول على تويتر بيتكلموا وحاطين صور لبعثه النادي الاهلي في مطار القاهره قبل السفر للنيجر. بالمناسبة المباراة هتكون في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت النيجر. بإذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. طيب خلينا نروح لحساب فلاش كورة على فيسبوك، واللي بيقولوا مبدع ممتع مقنع، أرقام محمد شريف أمام غزل المحلة أون فاير. يعني اللاعب متألق، هو في الحقيقة تألق في هذه المباراة بشكل جيد، لكن لسه محمد شريف ما عملش حاجة للنادي الأهلي. احنا بنشجعه وبنحفزه، مستنيين منه كتير إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. لكن الأرقام اللي هم يعني عارضينها، أحرز 2 تسديدة بين القائمين حوالي 4 تسديدات، تسديدة خارج القائمين 3، تعرض لخطأ 1، عرضية خاطئة 1 بس، فقد الكورة 2، قطع الكورة 2. أرقام معقولة جدا بالنسبة لمحمد شريف في مستهل مشواره مع النادي الأهلي عقب عودته من الإعارة، وهو تاني هدافين الدوري الموسم اللي فات مع فريق إنبي. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. نروح لسبورت 360 على تويتر، وبيقولوا هل ينجو محمد شريف من لعنة الرقم 10 في النادي الأهلي؟ يعني في إشارة إن كل اللي ارتدوا رقم 10 أو معظمهم يعني بعد الكابتن محمود الخطيب ما كانوش موفقين شوية مع النادي الأهلي. جه أعتقد الكابتن علاء ميهوب اللي لبس رقم 10، بس الكابتن علاء ميهوب ساب بصمة واضحة مع النادي الأهلي. كابتن وليد صلاح الدين اللي خد التيشيرت بنفسه من الكابتن محمود الخطيب ولعب لفترات طويلة جدا مع النادي الأهلي وتألق، وفي آخر فتراته مع الأهلي كان على الدكة، وبالتالي رحل للاتحاد السكندري. جه بعديه اعتقد عماد متعب، بس عماد متعب كان نجم كبير، لكن عز عماد متعب كان بارقام مختلفه، اعتقد رقم 13 ورقم 9. كمان جه صالح جمعه ما كانش موفق خالص مع النادي الاهلي، قبليه كمان كان في وائل رياض، وائل رياض ما وفقش يعني مع النادي الاهلي، واحد نجوم وادى بشكل جيد لكن ما سابش بصمه واضحه يعني في كل الاحوال. لكن ان شاء الله نتمنى اخرهم صلاح جمعه، طبعا رحل على النادي الاهلي ما كانش موفق، ان شاء الله لعنه هذا الرقم تنتهي تماما ويكون موفق من خلاله محمد شريف. طيب خليني اروح لفاصل سريع، بعدين نرجع نكمل سواء ترند الاهلي او كمان بعض الامور والجوانب العالميه اللي هنتطرق ليها. استنونا.